لا لا يا سي صبري، انا زي ما انا، بس انت اللي خدتني على اخوانك دي. قتل وهب السوالمي ما يعديش بالسهل على الحكومه المباحثين. تاخد غلوتها وتخلص. ايه قلت؟ ايه هتنفذ ميتة الليلة؟ الليلة؟ ايوه، وفي اي مطرح يكون فيه ان شاء الله، حتى ببلته. بلته؟ ايه يا عفيفي، هتخاف من مين؟ من الغفير بتاعه ولا من ابوه مرزوق الكلاف؟ قلت ايه؟ خلصني. جناب رفيع بيه خابر. اوعى تقول له يا عفيفي. خلص في الحديث ما تعطلنيش. قبل في دفنته، قبل صلاة الظهر. ألبس ده ولا ده؟ حماده انت لسه صاحي؟ اصل خلصت مذاكره وقلت اقيس القميص اللي جابولي فارس بيه. اسمه ابي فارس يا حماده. حاضر ابي فارس. وانت صحيح هتتجوزه قبله؟ يعني هو طلب كده، انت موافق؟ موافق ومش موافق. يعني ايه؟ انت مش بتقول انك حبيته يا حماده؟ مش مهم انا اللي احبه يا قبله. ماشي يا ليمند، قولي بقى مش موافق ليه؟ عشان ما تسيبناش يا قبله. يا حبيبي هو انا اقدر اسيبكم ابدا؟ انا ماليش غيركم. شفتي كنت هتنسيني ازاي؟ اهو القميص اللي جابولي طلع واسع. وريني واسع مش كده؟ يعني مش قوي، هبقى اظبطهولك بكره قبل ما ننزل. هو يفسحنا فين يا ابله؟ مش عارفه. هو هيركبنا العربيه الحلوه بتاعته دي؟ يا حماده. مبسوط؟ مبسوط قوي يا ابله. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. تصبح على خير بقى، وما تنسيش تظبطي لي القميص. حاضر من عيني. فندم جناب، شيل الحاجة دي، القعدة كده ما تلزش. ايه بس يا جناب البيه؟ شكلك يغم النفس، على رأي المثل اتبدل غزلانها بقرود. يعني جنابك هتنعس دلوقتي؟ انا عسيها بقى في انت، حد ينعس دلوقتي الا اللي زيك؟ امال ايه طيب؟ هروح لرئيسة. رئيسة ايه بس يا جناب البيه؟ انت كل حاجة تتدخل فيها. قلت مش هروح لها عشان الانتخابات، والانتخاباتها يمكن خلاص. خلاص ايه بس؟ لا حول الله يا رب، برضك هيتدخل في اللي ملوش فيه. قلت مش هروح لها ورجعت في كلامي، اتوحشتها، حاسس انها زعلانه مني وعاوز اصالحها. انت مالك دخلك ايه في كده؟ خلاص يا بيه فهمت. يلا خلص وحصلني. يعني اكدت عليه على الاخر؟ اوعى يكون حد وعيلك معاه. واه كيف ده يا عمي؟ هو قال لك ايه بالظبط؟ قال لي نتقابله ودفنته قبل صلاه الظهر. وخد الفلوس؟ امال يعني حكريه بلاش ولا ايه؟ ايه مش بتطمن اياك؟ ربك والحق. لا لا اطمن طمن على الاخر. يعني هي دي اول مره؟ يا الله يرحمك يا عم سلطان بيه، يا ما كراح على الخلق. الزمن بيغير برضك يا صبري. هيغير في ايه؟ في
كل حاجة. لا طمني، عفيفي هو عفيفي زي ما هو. يعني لسه شديد ويده ثابتة زي الحديد. وقال لك هيخلص ميته كلها ساعتين زمن ونخلصوا من الموال ده كله، بس بشرط. ايه؟ انت اللي تترشح بدل رفيع. ايه ربك يسويه، بس نخلصه. طب هنعمله ايه دلوقتي؟ احنا نروح الرفيع ونسهر معاه ونحدده في الموضوع بالهدايا وقته، وبعديها نروح لضابط النقطة. هو ده الترتيب الزين. بينا يا عمي. يلا. ازيك؟ وازاي الحاجة؟ بخير، الحاجة بخير والحمد لله. المهم انت مختفي فين يا فارس؟ طب كويس، كويس انك انت طلبت، لانك لو ما كنتش طلبت انا كنت هطلبك. عاوزك في حاجة مهمة. انا كمان عايزك. الظاهر الجروب عند بعضيه. خلاص، تاخد اول طيارة بكرة الصبح وتاجي. انا هشيع لك عربية على مطار لوكسور تجيبك. الصبح مش هقدر، مش فاضي، عندي ميعاد مهم اخلص واجي. لما اجي هتعرف طبعا. المهم انت كنت عايزني في ايه؟ برضك موضوع مهم قوي. لا لا لا، ما يتقالش في التلفون. انا كمان موضوعي ما يتقالش في التلفون. طيب اشوف وشك بخير. بقول لك ايه، سلم لي على الحاج على ماجي. سلام عليكم. شباب عاد ربنا يهديه. اللهم امين يا عم الشيخ زهران، اللهم امين. هو بخير والحمد لله. بخير الحمد لله. الحمد لله. احنا عاوزين اكتر من كده. المهم جنابك كمان تكون بخير. انا الحمد لله، بس يعني ادعي لي، ادعي لي يا مولانا زي ما قلت لك. ربنا عالم اني بدعي لك في كل صلاه واوان زي ولدي فيصل بالضبط. هو سميع مجيب الدعاء. ونعم بالله يا مولانا، ونعم بالله. المهم ما يكونش في نفسك حاجة من قالوا صبري واد عمي. بعد اللي عملته وياه يا رفيع بيه دي تبقى عيبة في حجي. طول عمرك نفسك كريم يا مولانا. بارك الله فيك يا ولدي. خلينا في المهم. الانتخابات المرة دي من زي كل مرة، المنافس فيها ما يستهانش بيه، محتاجة مجهود برضك. خليها على الله يا مولانا، ما تشغلش بالك. أنا خابر، هعمل إيه ويا الناس؟ ما تحملش هم، أنا وولدي فيصل هنعمل الواجب وزيادة. أنا متأكد يا شيخ زهران. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا. كان الواحد قلبه كان حاسس إن إحنا حنلقوا الشيخ زهران عند رفيع بيه. وانا قلت لك صبري، مش قلت له صح؟ واه قلب المؤمن دليل سعاده النايب، بس خير ان شاء الله. خير، كل خير ان شاء الله. الاصل ما خلصنيش اللي حصل معاك من ولد اخوي صبري. لما روحنا البيت ما خليتلوش، لما زعل مني وحب يصالحني قلت له لا، قبل ما تصالحني لازم تصالح عمك الشيخ زهران وتحب على راسه. قال لي معلوم. انا مش فاهم كيف يا عم الكلام الواحد طلع من خاشمي. وهو كانت ساعه غضب وشطان عاد.
قوم يا صبري. قوم حب على راس عمك الشيخ زهران. حاضر حاضر. حقك علي يا عم الشيخ. راس ايه؟ حقك على راسي. علي النعمة لازم يحب على راسك، ده انت بركتنا يا راجل. خلاص خلاص يا صبري انتهينا، خلاص الموضوع انتهى، بس على الله ما يكررش تاني. يتكرر ازاي كبرنا. انا لسه كنت بتكلم مع الشيخ زهران وهو نفسه راضي ومسامح. طيب الحمد لله، بارك الله فيكم. بالاذن السلام عليكم. ما بدري يا مولانا. بدري من وقتك يا ولدي. صبري. نعم. هزم عمك الشيخ زهران امان. حاضر. اتفضل اتفضل يا شيخ زهران. ما حد موصلني. ابحر. السلام عليكم. مع السلامه ورحمه الله وبركاته. مع السلامه مولانا. اتفضلوا. زينك ده راضي يا ود عمي؟ والله اللي بيعمل خير يا صبري بيعمله لنفسه. خلاص خلاص احنا خلصنا منيه موضوع الصغار ده، ودلوقتي عاوزين نتكلم في المهم. اذا كان الموضوع اياه يا عمي انا ما عاوز اسمع اي حاجه. اوه، واحنا جايين نتعركوا يا ولدي؟ احنا جايين نقعدوا ونحسبوها بالحقل كده. عاوز تقول ايه يا عمي؟ انت باللي ناوي تعمله ده عايز تقول انك حطيت النسب معوهبي في كفه والعضوي في كف، صح؟ صح، ومش بخطري. وقلت النسب اهون، على الاقل وهبي دلوقتي يتعدى بني ادم في الناحي. ما انت فهمتني يا عمي. يعني فاهمك بالاول يا رفيع، غيرش بس صعيبة عن نفسي يا ولدي. ادي الله وادي حكمته، الا اذا كان عندك حد تاني. انا ما عنديش، بس انت فايتك حاجة مهمة قوي قوي يا رفيع بيه. فارس. ايه؟ فارس مش هيوافق؟ لا، فارس مش اقل مني خوف على هبة العزايزة وتاريخهم. ايوه ايوه، بس فارس واد عم اتعلم وتنور وشاب بنت الزواج، هيرضى بالتواه بالسوالم دي اللي بتقرب الضالين واخر ما في عزمها انها تدلك جنة؟ يعني ايه؟ فارس هيعصاني؟ لا لا لا، العفو العفو يا رفيع بيه. المهم لما هو يرضى انتم توافقوا. يفعل الله ما يريد. يا موري، ايه اللي بتقوليه ده يا نجاة؟ والله زي ما بقول لك كده يا مرات عمي، انا سامعاهم بوداني دول وما صدقت ما طلعوا، وجيت لك جري عشان اقول لك. دول يبقوا تجننوا، مع ان رفيع بيه ولدي مفهمهم ومواعيهم، لو عملوها هنروح كلنا في حديد. ما هو ده اللي خلاني جيت لك يا مرات عمي، خايفه على ابوي وعلى جوزي صبري، ما حدش غيرهم هيتهمهم فيه، وهم ما حاسينش. الغزو والكد عام عينيهم وما مخليهمش يوعوا ولا يفكروا. هم كارين عليه مين؟ هو في حد غيره؟ المخفي عفيفي هو لسه الجزين ما تابش، ودايته بده الهي ما يوعى. وبعدين ايه العمل يا اخواتي؟ لا، انا هقول لرفيع ولدي. بنت يا بدور، انت يا مخفيه يا بدور. استني بس يا مرات عمي. استنى ايه يا بنتي؟ هتقولي له ايه؟ هقول له قلتيه، وهو هيعرف يتصرف وهيلحق ان شاء الله. طب وهتقولي له عرفتي منين؟ عرفتي منيك؟ امال هعرف منين؟ لا يا مرات عمي، دول كانوا يسيحوا دمي. يسيحوا دمك علشان خايفه عليهم؟ يا ريتهم يفهموا كده، انما هيقولوا اتصنت وخبصت وفتشت سرهم. واه، احب على يدك يا مرات عمي، ده انا لسه بقول لك الغيظ عام عينيهم. خلاص يا بنتي ما تخافيش، هقول لرفيع ما يقول لهمش ان انتي. بس حد وعيلك وانت بتتصنطي؟ لا خلاص، كانه المخفي عفيفي هو اللي قال. مرات عمي احلفك بالغالي. يا بنتي ما تخافيش، انا حضرك. يا بدور، يا بنتي يا مخفية يا بدور، انت فين؟ ايوه يا ست الحاج. مين مع رفيع بيه في المندرة؟ ده عمه حضرة النائبة ابو الست نجاة وسي صبري، انا لسه مشي عليهم الشاي. يا مري يا مري. يا بنتي ما تخافيش، روحي خليه ياجي، حد يقول له في ودنه الحجه ونيسه عايزاه يهمل اللي معاه وياجي. حاضر. طب الحق اروح انا قبل ما يحسوا بيا. طيب يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. ربنا يستر يا حاجه. يسعدك ويكملك بعقلك. Oh,
مالوش دواء. عكفوا كش يا باي. يا ساتر يا ساتر يا رب. وجاي لحالك ولا زي الخنفسه اللي بديلها عذرة؟ لا زي الخنفسه اللي بديل العجرة. لا خفيف يا باي. الحاجة ما قالتش عاوزة ايه؟ لا. طب روح انت قوم شوف عاوزة ايه ورا دي. لا 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 الا مرات عمي ضمنا كلنا ما حدش تأخر عنيها. ايه احنا قايمين هنروح لضابط النقطة ونروحه وبكرة نكملوا حديثنا عاد. الصباح رباح يا واد عمي. طب بالإذن انا الليلة زاد شاهد عدل عاد. قصدك الشيخ زهراني الهلالي؟ اه هو مش كان معانا؟ ايوه كانها متيسرة يا عمي. ما قلت مش هتاجي هنا تاني. برضك دي مقابلة بعد الغيبة يا رئيسة. قصدك بعد العيبة يا وهبي. خلاص خلاص اللي فات مات عاد ما غلطناش البخاري. لا بس بينت انا ايه عنديك وبصتك ليا كيف. انت عندي ولا الهوانم؟ بقى مرتين باللي عملته. لا نقضي الليلة في عتاب ولوم اللي ما قلنا اللي فات مات. هو صح فات بس ما ماتش. قصدك ايه يا رئيسة؟ قصدي اعرف راسي من رجلي معاك. بعدين الحديد ده يا رئيسة. لا دلوقتي. ان قلت لا خلاص يبقى كل واحد فينا من سكة. ده انت كأنك بعت يا رئيسة. انت اللي بتبيع يا وهبي. انا جاي لك برجلي وانا مش طالبه غير الحلال تاني وعاشر. وعشان ما يبقى لكش حجة في السر زي ما انت عاوز. طيب حاضر بس مش وقته دلوقتي. امال ميت بعد الانتخابات. خلاص يبقى نتقابله بعد الانتخابات. انت كأنك بتطرديني. لا انا ما قلتش كده بس برضك الحاج ما يزعلش كده. طيب كتر خيرك يا بنت الناس. سلام وهبي. خد واكلك وشربك معاه. خليهم لك اشبع بيهم. بتويت قالي انا كاني زودتها شويه. يا امه ده انت اول مره تطلعي عجله.
خايفه اكون ضيعته يا اما. ما تخافيش، ده انتك دي حفظتي عليه اكتر واكتر. واسمعي كلام امك. ايه بتقولي ايه يا اما؟ اللي سمعته ده يا ولدي. كمان انهم جايين وجارين ناعم، وانا اقول يعني مش بعاده. الحقهم يا رفيع يا ولدي، وشوف المخفي عفيفي ده راح فين. والله لو عملها تقطع خبره واكون اول واحد يدل عليه. المهم دلوقت عمك وصبري. انا رايح له. ما انت عارف طريقهم فين؟ ايوه عند ضابط النقطه. جيب العواقب سليمه. السلام عليكم يا حضره الضابط. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا حضره النايب. ازيك يا سيد صبري؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا حضره الضابط. والله احنا كنا مروحين وعينا النور، اوضه سعادتك منور، قلنا نمسي. اهلا وسهلا، شرفتوا، اتفضلوا. يزيد فضلك، يزيد فضلك يا حضره. اقعد اقعد يا عم، اقعد اقعد يا صبري. والله جيتوا في وقتكم، الواحد كان قاعد لوحده زهقان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا رفيع بيه. اهلا يا حضره الضابط. دي الليله ليله مفترقه بقى، كل الاكابر عندي. الله يكرمك يا حضره الضابط. اتفضل واقف ليه يا رفيع بيه. بعد اذن سعادتك. تعال يا عم، انا عاوزك انت وصبري. ايه ده؟ ضرب النار ده فين؟ ضرب علينا يا مرعي. هضرب في المليان. الحقنا يا مرعي، الحقنا. واقفين هنا، واقفين هنا. روح على الاولاد، واقفين هنا. تسال ما تاخدش في بالك يا ساعة البيت دي، تلقاها ناس بتفرح. ما احنا قلنا ضرب النار ممنوع في كل الاحوال يا حضرة النايب. اه سكت خالص. اه هو كان جاي منين؟ كانه جاي من طريق الترعة القديمة. الترعة القديمة. طيب عن اذنكم، وانت مروح يا عمي عدوا عليا انت وصبري، عاوزكم. ما بدري يا رفيع بيه، انت لسه قعدت. بدري من وقتك يا ساعة البيع. الحق يا بيه، الحق يا ساعة البيع. ايه في ايه؟ وهبي الثوان بيتقتل. وهبي بيت قتل؟ يا بنتي ليه؟ هو ضرب النار جديد علينا؟ ده لا بيبطل هنا لا في حزن ولا في فرح. لا لا ياما، ده ضرب غدر. غدر؟ وعرفت ازاي؟ اداكي سره اياه. يوه ما هو بيبان ياما. يبان؟ ما يبان. واحنا مالنا؟ واحنا مالنا كيف بس؟ وهو قريب من هنا، وبعد ما طلع وهبي من عندنا على طول. يعني ايه؟ لا انا قلبي مش مطمن ياما. على ايه؟ هو في حد له صالح في حاجه زي دي؟ لا قدر الله. ياما اولاد الحرام كتير، والعزازه شايلين منيه عشان الانتخابات. طب ما هو معاه مرعي. ياما القصد غالب. واه واه، انت خلاص رسمتيها في عقل بالك وصدقتي نفسك. يا بنتي تعوزي من الشيطان وقومي انعسي. قوم. انعس؟ لا انا لازم اروح اشوف فيه ايه. تروحي؟ تروحي فين؟ اطلع على الجسر اشوف فيه ايه. لحالك دلوقتي؟ ايوه ياما لحالي، انا ما قادرش استنى اكتر من كتير. يا بنت الدنيا ليل وانت لسه بتقولي بنفسك ولاد الحرام كتير. ياما ان شاء الله اموت حتى. اعجلي يا رئيسه، رئيسه قطع العشق وسنينه. ومين اللي ضربوه؟ بيقولوا وهب الثوالمي. وهب بيه؟ لان حد اتربص له في الطريق وطخه وقصدينه. وحد خابر يا ابوي ومات. كان يجلس. لا حول ولا قوة الا بالله. عملتها يا صبري؟ عصيت كلامي وعملتها؟ عملت ايه؟ انا صالحي في حاجة زي دي؟ هم الواد عمك يا رفيع. مش ههمله الا لما يقر. اقر بيه؟ انا صالحي في حاجة زي دي؟ انت لسه بتنكر برضك؟ جرايه يا رفيع،
انت عاوزه يقرب الكذب يعني؟ طبعا، ما انت ضالع مع فيها. احفظ لسانك يا رفيع بيه، انا مكبرك لاخر لحظه. قسما عظما، لو واحد حصل له حاجه ما اعمل حساب للقرابه ولا الدم ولا لاي مقلوب، وانت اوعلهم يا عمي. اعملها يا رفيع. اعملها، لاني حذرتكم وانتم ما سمعتوش كلامي. اكديه اكديه اكديه. خايف على ابو نسب؟ اخلص. تضربني؟ بتضربني واد عمي؟ واجلدك كمان، انت لسه شفت حاجة؟ واعي يا عمي، انا ماسك نفسي لاخر وقت. ايوه، ما تغلطش يا صبر يا ولدي، مقبولة منيك يا رفيع بيه يا كبرنا. ما مش كان قال لك وعاكو يا حضرة النايب؟ اطلع انت منيها يا حجة، ده حديت رجالة. اني اطلع منيها؟ انت تقول لك دي؟ انا ما عاوز اغلط فيك. هو انت لسه ما غلطتش؟ استنى يا ماما من فضلك. الحمد لله، قال لك استني. انا بقول لها تستني عشان انا لازم اسوي الحساب ده بالخصوص، انما الحاجة ونيتها مرة السلطان بيها كلمتها تمشي على الكل. معلوم معلوم، واولهم انا. بس انا ما خبرش يعني، انتوا تهملنا في القصير ده ظلم، ما خبرش ليه؟ احنا مش كنا معاك انت وحضرة الضابط. عشان تغزو العين. معلش معلش يا ولدي، بكره ربنا يظهر الحق. ونعم بالله، بس انا هظهر دلوقتي وقدامكم. ضمراني ضمراني. افندم افندم سعادتك، تجيب وتغطس، تجيب لي عفيف الوعي، تجيبوني هنا. حاضر سعادتك. خبر هو فين؟ هو ملوش غير مطرحين، حقلب عليه الدنيا انا والرجاله، وفي نص ساعه يكون تحت رجليه سعادتك. يلا. اقعد اقعد يا عمي، اقعد يا صبري. يا خبر بفلوس. ماشيين على كبري اسنه، لفحنا الهوى ونعسنه، ماشيين. مطرحك يا عفيف يا ابو الوعر. مين تمراني؟ ايه في ايه؟ ولا حركه لفرغ فيك دفعه. احب على يدك يا واد عمي. كتفوه. ليه حصل ايه؟ البيه رفيع بيه عاوزك. جناب رفيع بيه، احب على رجلك يا تمراني. احب على رجله هو، خدوا منه سلاح وطفوا النار دي. احنا الزوال حجيب عليها وطير. مش عايزين لما هنا ولا هعمل لكم قضيه تجمع. والله ما هيكفينا فيه 20 راجل من العزايزه ولا في بيت الدم. احنا لازم نقتلهم كلهم. يا ابوي يا حبيبي يا ابوي يا ولد يا مرك يا فيسا يا حسك يا بنت وانا. يا سبع السوالف بس يا بنت، ما تحكيش بطاقه كده. ولدي ولدي يا ابوي. اهو الدكتور جه اهو. فك الحبل يا ضمراني. لا على خشمه ده كمان. في عرضك يا جناب البيه. وقف على حيلك يا رفيفي. احب على رجلك يا رفيع بيه. ما تركبني ذنبك، وقف على حيلك. هقف ها، بس ورحمة الغالي سلطان بيه. مليك الصالح برحمة سلطان بيه. غتيني يا حجي، قالي طول عمري راجلكم. ومليك الصالح بعد، وما حدش حيغيطك مني. سعادة البيه، أنا عملت إيه؟ انت خابر انت عملت ايه، ولو قلت الحق مش هزيك. هقول وكيلك ربنا. طيب انت ترصت لوهب السوال من الليلة، رد على جناب البيه. هرد ها هرد بالحق بالحق يا سعادة البيه،
بس اعرف هتعمل فيه ايه الاول. لو كذبت انت خابر اللي كنت بتعمله في الناس ايام ابويا المرحوم سلطان بيه اعمله فيك. لا لا في عرضك يا جناب البيه رفيع بيه. يبقى هتكذب ده براني خده بيعمي. لا 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 هتكلم. حصل يا سعاده البيه. مين اللي كراك عليه؟ رد على جناب البيه. هرد هرد جيتني يا حضره النايب. محدش هيغيطك مني ولا ايه؟ عشان كلكم شراكه. لا لا ده كتير قوي. انا ماشي. يلا يا صبري. اقعد يا صبري اقعد. ما عاوز اغلط معاك بس لو حكمت هغفلك على الكل. هما دول اللي كروك عليه؟ رد. ما حدش كراني عليها ساعة البيه. انا اترصدت له لحالي عشان اسرقه. اجدي طيب دمراني خده قدامي. استنى يا دمراني ما تبقاش غشيم. اجدي يقول لك خده يا دمراني ده خدني. سيبه. هما اللي كروني ساعة البيه. كذاب. انا كريتك ولا شفتك؟ مش انت يا حضرة النايب؟ سي صبري هو اللي جاني واتفق معاي. سعادة البيه هتعمل ايه معاي؟ حطه في الحاصل تروح تشوف وهبي عايش ولا مات. ان كان مات يقولكم مني كلكم. يعني ولدي حي احمدك واشكر فضلك يا رب. ابويا عايش يا موزة عايش. اصبروا يا جماعة شوية علشان تفهموا الموقف على حقيقته. المهم انه عايش يا دكتور والبركة فيه. اعملي ليلة لله يا ست نفيسة. ليلة قولي 10 ليالي بس هو يقوم بالسلامة. وبعدين يا جماعة امال خلونا اكمل كلامي للاخر. استنوا يا جماعة خلونا نفهمه. كمل يا دكتور. في رصاصة من اللي انضربت عليه استقرت في مكان دقيق في الصدر ودي محتاجة عملية جراحية مستعجلة والباقي أمره سهل مش مهم. أي عملية يعملها يا دكتور بس أشوف ولدي على رجليه تاني. ما تمكش الفلوس والمصاريف أني من 1000 ل100 ألف وده الوقت حالي. الحكاية مش حكاية مصاريف يا عم مرزوق. أمال حكاية إيه يا دكتور؟ المكان هنا مش مجهز علشان نعمل عملية دقيقة زي دي. المفروض انه يتنقل للمستشفى الامير في جنة. هناك التجهيزات احسن. انقله يا دكتور. بس نقله فيه خطوره عليه. كمان التاخير في استخراج رصاصه زي دي برضه فيه خطوره عليه. يا ساتر يا رب استر يا ستار. يا حبيبي يا بوي. هو كيف العمل يا ولدي؟ هم اللي قرروا الحج. هعمل عمليه ما دام لازمه يا دكتور. هي دي عاوزه تفكير. احب على هدك يا ولدي. استغفر الله ليه كده يا عم مرزوق؟ بس بس ايه؟ على مسؤوليتك يا عم مرزوق. يعني ايه؟ يعني تمضي اقرار زي ما تؤمر يا دكتور. احنا واثقين فيك يا دكتور. كويس هات يا نعيمه الاقرار والختامه وخلي عم مرزوق يختم ويبصم كمان وجهز شغلك بسرعه. حاضر يا دكتور. تعال معايا يا مرزوق. وانت تعال معايا يا عم عاشور. اتفضل يا دكتور. يا رب يا رب. اقضي يا بنتي ادعي ربك وارمي حمولك عليه إنه سميع قريب ومجيب. ادعي لنا يا شيخ ظهران. يعني واعد شورتك؟ شورت أنا؟ أنا كنت خابر إنك هترميها علي، كنت عملتها الحال أنا إياك. طب بس بس بس، مش وقت الحديث ده. المهم نشوف وهب السؤال مدعايش ولا غار في 60 دقيقة. وتفرق إيه؟ تفرق كتير. أقل له من جهة رفيع. يعني إيه؟ لو وهب إيه اتكل، هيبلغ عننا؟ حد عارف حيبلغ ولا ايه عاد؟ كيف يعني؟ هو مش حلف يمين قدامك؟ ده وكجن عاد. رفيع به ود عمي ما يعملش حاجه في ضرر لحد ابدا وبالخصوص احنا. علي النعمه انا شاكك فيكي. تلقاك انت اللي قلت له من اول وقت. وانا شفته فين يعني عشان اقول له؟ هو انت تغلبي؟ وحتفرق ايه يعني ان كنت قلت ولا ما قلتش؟ هي كانت موتة وهبي السوالم هتستخبى اياه. لا تفرق. لما تخبصي على جوزك وابوك يا بنت عمي. لو كنت عملتها ابقى بحميكم من نفسيكم مش بخبص عليكم. مين طلب منك الحمايه دي؟
وانا حستنى لما حد يطلب مني. انا سلامتكم تهمني حتى لو ما كانتش تهمكم. طيب يا نجات، حسابي معاكي بعدين وقدام ابوكي. ولا يهمني يا صبري، بس انت ادعي ربنا انه ينجي وهبي سوالمي من عملتكم الصودة دي. واه يا عم الحديد بنتك اللي يجيب الضغط ده، ما قلنا بزياداك انت وهي وقتمه. لما تشوف الوحلة السودة اللي احنا فيها دي حترس عليه، ده حصانة المجلس خلاص. واه انت ما همكش غير حصانة المجلس ليك. طب وانا بعد الشر عليك وعليه؟ ما كانه الشر جه لحدينا. وانت اللي جبتيه يا نجاك. انا برضك يا صبري. اوه يعني شق خلقاتي منيك ومنيه. قوم انعسلك ساعة يا ولدي. مين حاجة لنوم بس يا أمه؟ ليه يا ولدي؟ هو مش دمراني قال لك إن ربنا خد بيد وهبي ده؟ حد عارف العملية حترس عليه؟ كل خير يا ولدي. حتى لو كده حد خابر هو حيقول إيه في التحقيق؟ كل خير يا ولدي. على الله يا أمه على الله. يا يما تبصي لي كده ليه؟ اسم الله عليك يا ولدي، اصلك عشيه فكرتني بالمرحوم سلطان بيه وانت بتتحدد وتقرر المخفي عفيفي في الحديد. كاني شايفه سلطان بيه عاود للدنيا تاني، خوصه واتقسمت. الله اكبر. صحيح اللي خلف ما ماتش. يعني هو ده اللي همك في اللي حصل ياما؟ فاهمه يا ولد انت بتفكر في ايه، لكن زي ما قلت لك كل خير ان شاء الله. يا رب ياما يا رب. طيب ما دام جبت السيره ناوي تعمل ايه؟ في ايه ولا ايه ولا ايه ياما؟ انا كل اللي يهمني موضوع فارس وبنت وهبي. تاني يما تاني. قصدك يا وليدي بعد ربنا ما ياخد بيد وهبي يعني؟ احنا مش انتهينا من نيه الحديد ده، ولا هنعمل زي اللي بيقرا في صوره عبس برضك يا ولدي؟ بس هو يرضى بعد اللي حصل كمان؟ يما الله يرضى عنيكي، انا مش ناقص. طيب يا ولد روح روح ارتاح لك شويه، ولا كلك لقمه ما يبقاش من كله. حاضر يا أم حاضر، أنا هحصلك. إيه تاني يا أم؟ لا مفيش يا حبيبي، بس هو اسم الله فارس ما قالكش حيعاود ميتة؟ هو قال إنه على وصول بين يوم التاني. استرها معانا يا رب. ليه بس دلوقتي يا ستي نفيسة؟ الحمد لله اطمنا وربي قدر ولطف. يعني ما عرفهاش ببكي ليه يا موزة؟ ببكي على جسمتي ونصيبي. ما بيا اللي حصل لابويا ده، وما بيا عداوة العزايزة دلوقتي. مش عداوة بس يا موزة، دي بيجي دم. ليه بس كده يا ربي؟ احنا كنا خلاص. مين قالك بس يا ست نفيسة المهمة؟ الناس كلها بره بتقول كده، وحتى لو مش هم، مين اللي يقدر يتكلم في موضوع نسب دلوقتي ولا حتى الخمسين سنة قدام؟ يا ست نفيسة ما تسبقيش، مين عارف يمكن ربك بيدبرها برضك. ست نفيسة خلي بالك جدك صحي بعدين يسمعنا يعملها حكيوة تانية. قوم يا بنتي قوم روحي، انعسي لك ساعتين، القعدة هنا تعب عليكي. اروح وانعس كمان كيف ده بس يا جدي؟ ما الدكتور فيصل الله يبارك فيه عمل العملية وطمني وقال انه ما حيفوقش قبل الظهر، واديني قاعدها. انا ما هتحركش من هنا الا ما بعاله بعيني بيتحتت وبخير.
نويت على ايه رفيع بيه يا واد عمي؟ هم بيقولوا ان وهبي نجا منيها. رد علينا رفيع بيه، اني من عشيه من عشتش يا ولدي. ما نزلتش ليه يا عمي؟ ما خبرش ليه يا رفيع بيه؟ اشمعنى لما اتفقت واتامرت قدرت تنعس، ولما جه وقت دفع الثمن ما قدرتش؟ ما تلومنيش يا ود اخوي، انا كان غرضي الصالح برضك. صالح مين؟ صالح العزايزه، وصالحك انت، وصالح فارس ود اخوي. بالكتل يا عمي، وهو اللي عايز وهبي ده، مش كتل لينا. حلال ربنا مش يا حرام يا عمي. طب طمنا يا ود عم، الله يخليك طمنا. طب انت ايه قولك في اللي انت عملته ده يا صبري؟ احب اسمع. غلط غلط يا واد عمي، اني سامح كريم. ربنا سترها. يا عالم عاد، يعني مع وش تريحنا يا ولدي؟ اريحكم. ضمراني افندم، مش عارف. روهات عفيفة من تحت. رفيع بيه يا ود اخوي، انت لو بنخت عنيه احنا اول ناس حنتأذوا. ربنا يبارك فيك يا رفيع بيه يا ود عمي. طيب بس بشرط. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.